ما هيبقى في إشارة ولا أي حاجة إن إحنا هنبدأ أو بدأنا؟ ما أعرفش حاجة، محدش قال لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صالة نادي الغرافة الرياضي، المتابعة لمباريات كاس قطر ما بين فريقي قطر والعربي. طبعا كل التهنئة لفريق الوكرة وتحقيق الفوز بعد مباراة صعبة مع نادي الشمال حامل لقب بطولة الدوري القطري. كانت مباراة فعلا تليق بمنتصف النهائي، فكل التوفيق للوكرة في المباراة القادمة وهارد لك لنادي الشمال. كما يسعدنا ويشرفنا ان اليوم نكون بصحبة دكتور مصطفى محروس، وطبعا نبارك له لنادي الوكرة الف الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يكرمك، وان شاء الله موفقين في المباراة النهائية. نادي قطر اليوم بيحمل مهمة انه يحافظ على اللقب الموسم السابق، انه احرز كاس قطر. نادي العربي بيحاول بعد خسارته في النهائي وتعويضه، ويحاول يعوض إن شاء الله اليوم لمباراة الكاس قطر إن شاء الله. نادي العربي اليوم أضاف إضافة جديدة، لاعب لارون. هو لعيب ما شاء الله يتميز بطول البنية، طوله 2.6 متر، و كان جاي قادم من الدوري الهولندي. المباراة بتبدأ، بينزل الفريقين. شايف أرون رونتري وأحمد محمود من نادي قطر، وطبعا محمد يوسف بابيز وتوني. النادي العربي تالا وكيفن واللاعب الجديد لارون، والخبرة طبعا تتمثل في خالد. توقعات حضرتك اليوم للمباراة وكيف يعني سرعة هيكون ازاي، واحتياطات طبعا النادي العربي ونادي قطر هتكون ازاي دكتور؟ والله ان شاء الله اليوم هنستمتع مباراة قوية زي ما استمتعنا بالشمال والوكرة. النهارده نتوقع ان الجيم هيبقى قوي جدا، الفريقين على مستوى عالي، واعتقد هنتوقع ان كاتشنا على مستوى عالي جدا، الزيب ودربين قريب بعض، اللعيبه على مستوى عالي، الفريقين حققوا مراكز زي ما حضرتك تفضلت من شويه وقلت نادي قطر هو حصل على الكاس العام الماضي، نادي العربي هو اللي حصل على الدوري السنه دي. الفريقين عندهم خبره البطولات، والعربي عنده طبعا يعني افضليه في البطولات لانه حصل على بطولتين السنه الماضيه والسنه دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا المباراة وأول 2 بوينت بحققهم توني لنادي قطر. كيفن هنشوف هنبدأ المباراة ازاي واحتياطات الفريقين زي ما أضاف دكتور مصطفى، ان الفريقين طبعا عاملين حساب بعض كويس. وادي دندي اللعيب اللي لسه قادم اللي قلت لحضراتكم عليه، هو لعيب طبعا سنتر صريح. هيكون في مباراة طبعا جانبية كالعادة ما بينه وما بين محمد يوسف، الاثنين ما شاء الله يتميزوا بالقوة البدنية. تالا بيلعب تحت الكيفن، كيفن بسرعته بيحاول يسجل، لكن ريباوند مرة أخرى وبيحاول وصراع صراع، ويا سلام أول باصة، لكن رونتيري كان قريها وقدر يقطعها. بياخدها جيفري التوني بره لأحمد محمود، رونتيري وديندي، وأول باصة كيفن بيحاول وبيحصل على الفاول بعد تسجيله نقطتين، يبقى كيفن بيحصل على أول نقطتين ورمية إضافية. المباراة بدأ سريعة دكتور مصطفى. سريعة جدا، واللاعب كيفن بين الملعب بسرعة قوي، وده يعني هيدي الأفضلية لضد العربي. تمام، بانتظار تنفيذ الرمية الحرة لكيفن ويخفق فيها، والريباوند من محمد يوسف. جيفري لتوني
محمد يوسف اللي بيطلع برا عشان يستلم. هما الان بيلعبوا دفاع مان تو مان نادي العربي. طبعا زي ما قلت لحضرتك هتكون في مباراه جانبيه، شايفين طبعا مدى القوه ما شاء الله الاثنين، ويوسف بخبرته بيلف ولكن للاسف يخفق والريباوند من كيفن. كيفن وسرعته زي ما قال دكتور مصطفى، يا سلام تالا، لكن بتعدي الناحيه الثانيه والريباوند. جيفري بينقل الملعب سريعا، بيحافظ على كورته. رونتاري احمد محمود اللي واقف مستني شوت، لكن رونتاري بيشوت ويخفق، وكان تالا لها بالمرصاد. خالد والخبرة، لكن الكرة بتغلط في رجله ولكن بيلحقها مرة تانية. كيفن بيعمل اختراق لكن لا ينجح. توني مستني لعبته، هيشوف هيعمل ايه. جيفري لمرة تانية وأوتسايد لصالح نادي قطر. إلى الآن نادي العربي محافظ على المان تو مان، وجيفري بيحاول اختراقه لكن ما يقراهوش محمد يوسف، وبتعمل بياخدها ستيل كده خالد. كيفن على 3 بوينت، كيفن طبعا لاعب سريع لكن للاسف عنده 3 بوينت فيها مشكله، يعني مش موفق فيها دايما. خالد بياخد خطوه للخلف وبيحاول يعملها، لكن بتكون الريباوند من صالح محمد يوسف. رونتاري وجيفري بيهدي الملعب، النتيجة باسكت 2 بوينت، نقطتين لصالح كل الفريق. توني في محاولة عنترية وبيسجل بالاختراق. كيفن مرة تانية نفس الكلام، نادي قطر بيلعب مان تو مان ورقابة لصيقة من رونتاري لخالد. طبعا عارفين قيمة خالد وخبرته كابتن بانيوتس، فلذلك بصوا حتى يعني في أي حتة هو ماشي مع الكرة أوتسايد. لصالح الملعب واقف، هنشوف قرار الحكم في مشاورات كده في على ترابيزة الحكام. كوتش العربي طبعا كابتن حاتم مملوك وكوتش بنيوتس عاملين حساب جدا لبعض. خالد لكيفن، كيفن في اول مساعده ليه لديندي لكن للاسف يخطئ وينتهي زمن 24 ثانيه. جيفري من بعيد بيحاول يسجلها والكره حائره، لكن توني ينهي الخلاف. ترجع تاني مره رونتاري، توني يحاول يلعب مع محمد يوسف، بيحاول يلعب محمد يوسف لكن بيقراها ماري. وخالد خالد لسه محمد يوسف معاه. فاول على محمد يوسف، ده هيكون الفاول الاول لمحمد يوسف. محمد يوسف يا دكتور معروف بقوته البدنيه ومعروف بلعبه العنيف، فلازم يحافظ على فاولاته. ده الفاول الثاني. هي دي مشكله. يعني دي مشكله تقابل نادي قطر، والماتش الماضي برضه محمد يوسف طلع الشوط الثالث طبعا مشكله الفريق. اثنين فاول في اول 3 4 دقائق، طبعا ده معدل كبير جدا. خالد في اول تجربه ليه، لكن محمد يوسف في الريباوند. توني لجيفري، جيفري لتوني، بيعمل اختراق، اختراقاته مميزة لكن بيخفق فيها. بيحصل على الفاول، وده الفاول الأول على ويليام لاعب نادي العربي. طبعا ما فيش لاعب بيكون عايز يتحسب عليه فاول، فهو كابتن مصطفى بيقول له ما فيش، انا لمست الكوره. بالظبط.
ادي اول ظهور لدندي من اعلى نقطه، بيقول لهم انا جاي عشان لحراسه السله العربي، من اعلى نقطه بيعمل بلوك للاعب نادي قطر في تحذير شديد اللهجه كده منه في الاول توني، وشوطه متوسطه المدى وبيعمل المتابعه رونتاري وبينجح فيها. النتيجه 6 قطر 2 العربي. رجع نادي قطر ابتدى يلعب بزون دفاع المنطقه، لكن ديندي ولسه لم يسجل اسمه في التسجيل. توني لجيفري محمد يوسف، وتوني باختراقاته المتميزة. جيفري وخلاص ثانية، وزمن 24 ثانية فعلا بينتهي. فين الملعب تالا لخالد، عايزين يقوموا ملعب سريع، لكن بيهدى. وكيفن لخالد، شوطة إلى الآن لم يوفق في أي رمية. عايز كابتن بانيوتس يعيد نفس اللعبة اللي عملها اللي قبل كده. توني بيطلع له جيفري مرة تانية، وسكرين محمد يوسف هيجرب حظه، وزمن 24 ثانية بينتهي مرة تانية، لكن بتكون من نصيب كيفن كده كده. وكيفن بمهارة بيلف وبياخد اللاعب في ظهره وبيقدر ان هو يسجل، يبقى كده 6-4. متميز توني من نادي قطر باختراقاته. بالظبط، هو بيلعب انسايد جميل قوي، يعني عنده الدرايف على الباسكت عالي جدا جدا يعني. جيفري هنشوف هيعمل ايه توني، زي ما قال دكتور مصطفى هو متميز، لكن معاه كيفن بيقدر يعمل الدفاع والثالث هجمة على التوالي. كابتن مصطفى تنتهي ال 24 ثانية في من نادي قطر. هو الديفنس العربي ديفنس ممتاز، وبرضه ديفنس قطر يعني هم حافظين بعض، حتى السكور احنا دلوقتي في الدقيقة 7 اهو و6 4، يعني واضح الملعب مقفول، فالفريقين قريب بعض كويس، الفريقين بيدافعوا كويس قوي. بالظبط، ويليام في غفلة من دفاعات القطري بعد ما اشاد بيه، فعلا هو فعلا دفاعات قويه، لكن في غفله منهم يقدر يسجل ويليام برايد السكور. اظن النتيجه 6-6. فعلا عدلوها وكانوا 6-4 6-6، ورونتاري في محاوله، لكن الفاول كابتن حاتم بيقول له لا، دي ووك، مخالفه المشي بالكره، لكن الحكم حسبها لصالح نادي قطر. فاول. ما رونتاري بيطالب النهايه، بيقول لهم انا كنت طالع اسجل، لكن الحكم كابتن فلادا بيقول له لا، انت كنت لسه الكره تحت. جيفري لاحمد محمود في اول محاوله، ولكن ديندي هنشوف هيعمل ايه. ديندي في مواجهه مباشره مع محمد يوسف، لكن الى الان ما قدمش نفسه الجماهير العربي غير في كرة واحدة في الديفنس، لكن في الأوفنس هنشوف هل هيكون الاعتماد الأكثر عليه في الدفاع أكثر من الهجوم، ده اللي هنشوفه. بصة جميلة لكن ما يقراهاش محمد يوسف، ونقل الملعب سريع ويليام. فاول مرة تانية من رونتاري. الفاول هنشوف رقم كام على رونتاري اللاعب العربي. هو رونتاري بيقول له انا ضربت الكوره، فهيضطر الحكم يرجع لتقنيه الفيديو. تقنيه الفيديو بتسمح بالتاكيد. هو الحكم شايف ان هو اعترضه، وهو طبعا القانون الجديد بيقول لو اللاعب رايح اخر لاعب رايح على الباسكت، لو في اي اعتراض متعمد يبقى بياخد فاول دروب متعمد، فبياخد بياخد بيشوط وبيستحوذ على الكوره تاني. ده المسمى الجديد انلايك سبورتس مان فاول. بالظبط، يعني اي احتكاك بيه وهو رايح، طالما اخر لاعب يعني رايح الهجوم مفيش حد قدامه، اي احتكاك بيه على طول بياخد تمام، بياخد بيشوط وبياخد الكوره.
هنشوف قرار الحكم بعد ما يرجع لتقنية الفيديو. فاول عادي. هو فعلا بالفعل هو طلع قراره صح ان هو بيقول لا، هو يعني اعترضه وفعلا حصل على الرميتين ويليام، لكن هو حسبه فاول عادي. فاول عادي فاول عادي، وده بيكون الفاول الاول على رونتيري. ويليام بينجح في احراز الرميه الاولى. وحاجه غريبه ان لعيبه العربي ما فيش حد بيعمل ريباوند، تفتكر ليه يا كابتن مصطفى؟ ما جابش واحده اصلي يعني، حتى لعيب قطر وقف براحته يعني. تمام. يبقى بينجح في واحده وبيخفق في الاخرى. ويليام توني كالعاده بيستناه يطلع بيقول الدرايف عنده عالي قوي. يعني فعلا، وقدر ان هو خبرته ان هو عارف ان ديندي لعيب طويل فاستناه تحت. تالا لخالد، وكرة بيحصل عليها تالا مرة تانية، وشوطة متوسطة المدى والريباوند، ولكن يوسف ولسه الكرة ديندي. الحكم بيقول عادي كمل اللعب، فاش اي حاجة. كانت من احد مشاكل عمر قبل كده برضو ان هو في الريباوند بعد ما يعمل الريباوند كان الكرة بتقع من ايده كتير. فهل ديندي هيحل المشكلة دي ولا لا؟ ديندي وبيخليها لخالد وبيتعزموا على بعض. بالظبط، يعني انا ملاحظ ان الفينش عند العربي مش مركزين والدافعين عايزين يسجلوا بسرعه. اوكي، نقله الملعب حلوه قوي بس بيروحوا ضياعوا يعني بغض النظر ان هم كمان بينقلوا فعلا الملعب بسرعه، لكن لسه نسبه التسجيل مش ضعيفه جدا عندهم يعني. النتيجه فعلا باينه وبتوضح كلام حضرتك يا دكتور، ان لسه يعني خلاص الشوط الاول على الانتهاء يعني. فاضل دقيقتين و8 7 يحصل على رميتين. خالد هينفذ الأولى بينجح فيها، أو الحمد لله لعبت العربي ابتدت تخش تعمل ريباوند. ديندي وويليام وينجح في الرمية الحرة الثانية. خالد حتى ديندي كان واثق فيه من قبل ما يشوط، مشي بالظبط. ثم دخل هو جاب، طلع هو ما جابش. توني واختراقاته لجيفري في مواجهه مباشره مع ويليام، وبياخد خطوه للخلف ولكن ما بينجحش فيها. كيفن بيهدي الملعب. خالد هنشوف ويليام لتالا ومحاولة الثلاث نقاط، لكن الريباوند من نصيب محمد يوسف. جيفري ويليام كان لعب المرصاد، جيفري يعني دخل كده خلصة، ولكن ويليام كان مستنيها. كرة أوتسايد لصالح نادي قطر، يلعبها توصل محمد يوسف. جيفري وتوني كيفن ومراقبة رجل لرجل، وبيغير قراره في الهواء. نشوف قرار كوتش بلادا بيقول كوتش هو القرار بيقول ان هو لمس هو بيقول ان الكوتش دخل الملعب على كابتن حاتم مملوك ان هو دخل الملعب. اللاعب ما ركزش يعني. هو الحكم بيقول كده، كابتن حاتم بيقول ما حصلش يعني. لا اظن هو بيتكلم على خالد يا كابتن، ما بيتكلم يعني ان خالد مش يعني مش عارف، بس هو بيتكلم ان هو يعني عم بيشاور حتى حركه الكوتش. كوتش فعلا. ايوه صح و تكنيكال فاول، بياخذ رميه والحيازه لصالح نادي العربي.
خطأ فني على النادي العربي، وبكده النتيجة يبقى التعادل في آخر 38 ثانية. كيفن في محاولة للاختراق والفاول مرة تانية على سعيد الملكي، ورميتين لصالح كيفن. سعيد الملكي نزل مكان أحمد محمود في نادي قطر. وكيفن بينجح في الرميتين. آخر 30 ثانية هنشوف هيعمل فيهم إيه نادي قطر. وجيفري وستري بوينت بينجح فيها، لا اتحسبت نقطتين 11-11. ثلاث ثواني. كيفن هيرد عليا، لكن زي ما قلت لحضراتكم. طيب دكتور مصطفى، في الفترة الأولى شايف قراية حضرتك للملعب ازاي والمباراة؟ والله الملعب اتفقنا في الأول ان الفريقين قريبين بعض، فقادرين يوقفوا مفاتيح اللعب لبعض. النادي العربي بينقل الملعب بسرعة قوي، بس في مشكلة اللاعب كيفن زي ما هو بينقله سريع جدا بيخلص كتير من الهجمات. هو بيروح يخلص الهجمه ما بتاخدش اكتر من 10 ثواني. انا لاحظت كذا هجمه الهجمه بتاخد من 10 ل 12 ثانيه. اللعيبه ما بتتحركش، ما بتعملش حاجه، تقدر يعني ما بتهداش على الملعب انه يقدر يوصل ينفذ جمله زي ما الكابتن اكيد ما حفظه الكابتن حاتم، لكن هم مش بيصبروا، والفينشنج بتاعهم متسرع قوي، يعني عايزين يكسبوا بسرعه. نادي قطر انا يعني شايف ان هو بيلعب بيوزع مجهوده، اللعيبه بتلعب بهدوء جدا في الملعب، بتوصل بينفذوا حاجه، ولكن هم يعني بيلعبوا على السيت بلاي شويه، بيهدوا الملعب، بيخلصوا الهجمه في ال 24 ثانيه، يعني بياخدوا وقت فوق ال 15 ثانيه بيبدا يخلص. لذلك هو انا شايفه السكور الدرو جيم، ولكن محاولات العربي على الباسكت كتير جدا عند نادي قطر. قطر بيوصل اقل لانه بيهدي الملعب، وفي نفس الوقت هو بينفس حاجه، بيلعب على واحد، يعني هم بيلعبوا على اللاعب توني بيدخل وبيخلص في نهايه الهجمه. نادي العربي شويه في تسارع، يعني هو دي الملحوظ عنه. يعني من كلام حضرتك نقدر نفهم ان العربي للاسف عنده مشكله اللعب الفردي، ودي تمثل في اللاعب كيفيت شويه. بالظبط، انا شايف ان هو بيحتفظ بالكره كتير، يعني هو بينقل الملعب بسرعه قوي، وقد يعني قد يكون ان هو لما بيلاقي راح مشكله مع يعني محدش بيجي معاه قوي، يعني هو بيروح بيسبق اللعيبه، مفيش حد هيجي له كل واحد، فبيضطر يخلص كده. بالظبط، وبيخلص الهجمه زي ما حضرتك قلت في زمن قصير، وقت قصير. ده على عكس نادي قطر، ان هو فعلا زي ما حضرتك قلت ان هم بيعتمدوا ان هم يعني يقفوا ويهدوا الملعب والسيت بلاي زي ما حضرتك قلت. محاولات نادي قطر اقل، لكن نسجلوه، لكن محاولات نادي العربي اكتر، لكن بالزبط. ولكن في الاخر النتيجه درو تعادل. نستأنف الفتره الثانيه، هو في مشاورات مش عارفين، هو حتى يعني نادي لاعبي قطر بتتكلم بتقول ان انتوا اول نقطتين انتوا اللي سجلتوهم، فانتوا اللي خدتوا الكوره. هيرجع لتقنيه الفيديو مره ثانيه دكتور مصطفى. مش عارف يعني الحكام زي مش عارفين مين اللي استحوذ على الكره، او يعني نسيو. هو حتى الكوتش فلاد الحكم بيقول لهم ان مجرد لمسه للكره يعني بالظبط، هو ده كده بيكون الحيازه. مين اللي خد الحيازه يعني؟ اول هجمه هي كانت اول هجمه فعلا من نصيب العربي لما ويليام سجل التو بوينت، بس مين اللي حصل على الجامب شوت دي؟ ما هم اللي مختلفين فيها دي، حتى هو النقاش في النقطه دي.
هنشوف قرار الحكم بعد رجوعه لتقنية الفيديو. وفعلا الكرة من نصيب نادي قطر زي ما حضرتك قلت، وليام خد الأول حكم. نبدأ مجريات الفترة الثانية، ومحمد يوسف سعيد أرون كده في غفلة ولكن يلحقه توني، وبيشوت أول ثلاث نقاط، وجيفري من أعلى نقطة بيعمل الريباوند. توني دندي ومن نجاحه حتى يعني عنده برضو مهارة التصويبة يا كابتن. لا هو لعيب مميز جدا، هو سكورر نادي قطر هو توني. تلا لكيفن مرة تانية، تلا 10 ثواني والهجمة بتطلع يعني في خلال 10 ثواني فعلا يعني بينه والهجمة 10 ثواني بيخلصوا على طول، فمستعجلين شوية. ثالث فعلا كابتن حاتم لازم يطلب منهم ان هم يكونوا اهدى من كده شويه. جيفري لسعيد لتوني، والله جيفري في محاوله الثلاث نقاط وبينجح فيهم، وبيكون السكور 16 نادي قطر 11 العربي. دفاع المنطقه لنادي قطر، ديندي بيطلعها مرة تانية، كيك اوت لخالد في اختراق وبينجح فيها. 13-16 لصالح نادي قطر. بينفذوا زي ما اشار دكتور مصطفى ان نادي قطر بيحب ينفذ اللي قاله من كابتن الكوتش بانيوتس. الستيل من تالا، وأول ضربة ساحقة في المباراة من نصيب تالا ونادي العربي. 16-15 كان لسه هيغيره كابتن حاتم مملوك خالد بدعابة كده، رجع خالد تاني قال لا خلاص ده جاب ضربة ساحقة، فيعني الراجل شغال. جيفري و توني والاختراق كالعادة، ويستناه يحصل على الفاول. لاعب فعلا مميز يا كابتن مصطفى. لعيب مميز قوي يعني. لاعب مميز فعلا، ان هو قدر ان هو يستنى لحد ما اللعيب ينط ويطلع عشان يسجل النقطتين ويحصل على الرميه الاضافيه. ولكن يخفق في تسديد الرميه. 18 قطر 15 العربي. ويليام ومحاولة، وديندي أين أنت يا ديندي؟ يعني لسه إلى الآن برضو ما قدمش أوراق اعتماد. وجيفري ونقطتان. كيفن وفي الآخر زي ما قلت لحضرتك يعني اللعب فردي بأكتر منه، ولكن ينجح. وديدي زي ما حضرتك اتفضلت دلوقتي لسه ما غيرش اي حاجه وزيرو بوينت. يعني فعلا بياخد قرارات لوحده، وللاسف هو ما حقق لهمش حتى من القرارات دي، يعني ما فادتش نادي العرب. بالتاكيد يعني تايم اوت موفق من كوتش حاتم لتظبيط يعني اوضاع الفريق. الفريق لازم تبدا تنفس ولازم تهدى ولازم يبداوا يعني يلعبوا بفلسفتهم تبان في الملعب. انا شايف ان قطر واخده العربي على اللي هي عايزاه، يعني قطر هي اللي سايبه، هي اللي دايره الجيم، هي اللي ماشيه المباراه زي ما هي عايزه بالظبط. يعني هو متحكم في ريتم المباراه دي قطر. اللاعب حتى لو حد لو بصير اللاعب توني بيلعب هادئ بنفس، هو الجمله بتتم وبتخلص عن طريق توني، بيدفع له صغه بيدخل او بيشوط. هو 10 بوينت، هو اعلى سكور، اعلى سكور فريقين. ايوه مظبوط، هو اعلى سكور فعلا يلي جيفري 8 نقاط. جيفري ما كلنا عارفين ان جيفري لعيب باور، لعيب عنده ملهدج عالي، بيشارك في الريباوند، بيعمل كل حاجه يعني. فهو متوقع بيطلع 3 بوينت وبيدخل تحت الباسكت، هو لعيب مميز جدا يعني.
على الجانب الآخر فعلا مستوى التسجيل النادي العربي يعني أكتر واحد بتهيألي هو أكتر خالد واحد ولا لا أكتر واحد كيفن 6 بولت كيفن كيفن 6 بولت بقراراته الفردية لكن هل قطر هيقدر يحافظ على الأداء يكمل المباراة بنفس الشكل ده اللي هنشوفه رميتين لصالح نادي العربي واسمح لي دكتور مصطفى ديندي الى الان لسه ما ظهرش اي حاجه ما ظهرش فعلا اي حاجه خالص ممكن يكون لسه ما دخلش الفريق في الجيم مود الجيم ايوه بالظبط ينجح في الرميه الحره الاولى خالد ويخفق الثانية ويكون ريباوند من نصيب محمد يوسف ينقل الملعب زي ما قالوا نادي قطر على مهله يعني بياخد وقته أرون والستيل ولكن بترجع مرة تانية لرون تيري وتوني وجيفري والريباوند لصالح نادي العربي متسرع شوية كيفن يلعبها لخالد ومحاولة الثلاث نقاط ولكن باينة وهي طالعة من ايده ان هي مش هتبقى موفقة توني بيرجع يعني رغم فعلا ان هو كان عنده يعني كان ممكن بخبرته يقدر يخش لكن لا هو واخدين التعليمات ان هو لا خلي الهجمة تكمل للاخر وجيفري يعني في اخر خمس ثواني في اخر خمس ثواني بيعرض فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن مصطفى فعلا نادي قطر ممشي الجيم زي ما هو عايز بس هنشوف ده هيكمل ولا هيكون للعربي راي اخر لازم العربي يكون عنده حد يحل الشفره دي بشوط من بره الزون قافل تحت خالص يعني هو بيشوف يضيع لازم حد ينزل يشوف يجيب لازم يكون في حل الاختراق بالنسبه عشان السلام خالد و هو يا صعب خبرة كبيرة خالد خبرة كبيرة يعني خلاص كان احتار لكن قدر ان هو يتصرف وياخد نقطتين بل بالعكس يحصل كمان على رمية اضافية كابتن حاتم مملوك يعني زي ما قال له خلاص انا صبرت عليك مرة على تالة لكن المرة دي خلاص بقى ما قداش الدور اللي هو طلبه منه كابتن حاتم لسه يعني هو تالة من اول الموسم يعني الموسم الماضي كان احسن بكده كتير لسه الموسم ده ما حققش نفس النجاحات بتاعت الموسم وخالد طالع كويس ما شاء الله يعني الماتشات اللي فاتت كان ليه دور كويس قوي مع الفريق من الناشئين فعلا يعني ماشي مع منتخب قطر كمان فندعي له بالتوفيق للجميع يعني ان شاء الله توني ومحمد يوسف لجيفري وشوطه متوسطه المدى لسه الكره في الملعب لكن في الاخر بتطلع رمية جانبية لنادي العربي هنشوف بعد الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن حاتم ايه اللي هيتغير في نادي العربي خالد ولكن المرة دي ينجح في تحقيق أول ثلاثية لي جيفري لرونتاري بيرد عليه لكن ما بينجحش فيها كيفن وباصا ويليام باصا تايم أوت بيطلبه نادي قطر رأي حضرتك ايه اللي هيقوله تتوقع حضرتك يعني اللي هيقوله كوتش باريوتس في الوقت المستقطع والله هو الكوتش باريوتس دلوقتي المفروض ان هو هيبدا يعني يحافظ على الزون بتاعه ده وجهه نظري
بس يفتح شويه عشان يعني الناس اللي بتشوف خد جراء شاط يعني. بس هي دي اول مره. لكن اللعيب لما هو شاط فتح معاه قوي، فبعد الشوطه جه الباسكت اللي بعديها جه انسايد. فتح ايوه فتح الزون شويه والدفاع المنطقه اتفتح شويه. غير بنتو بقى، يا اما ان هو هيحافظ على الزون بس مع مراعاه ان هم يقفلوا شويه. منع الاختراقات من النادي العربي. ويليام لو سبت له الديز لايد هيدخل من اي حد، لان جاب البيز لايد ده بتاعه، فهو بيعمل مشكله لاي فريق يعني. فاعتقد ان هو كوتش بنوكس هيبدا دلوقتي يقفل الدفاع كويس. كوتش حاتم المفروض ان هو اللعيبه يديها تعليمات، ركز في الفينيشنج والشوتنج وبره، هو اللي هيحل المشكله. الزود ده عامل له عقبه يعني. مش عارف يخترق دفاعات خطر غير في هيفتحوا غير لما يشوت يعني. النقل في الملعب هو كيفن اللي بيطلع بره يعني، اللي بيطلع بالهجمه بسرعه، لكن اللعيبه مش بتلحقه يعني. سرعاته او الرماد بتاعته اسرع من نعود بعد الوقت المستقطع وهنشوف كوتش بانيوتس قال ايه للاعبته، وكابتن حاتم هيقدر يكمل ازاي ان هو يقدر ان هو يطلع بالسكور او بالنتيجه اعلى من كده. خالد في رقابه لصيقه لجيفري، و توني وسعيد في انتظارها، ولكن لم. والريباوند، ومره تانية ديندي، وتاني بلوك لديندي، وكره تطلع اوتسايد لصالح. التايمنج بتاعه ديندي الى الان كويس. وعمل الديب بلوك لحد دلوقتي يعني. كيفن بيتعمل له سكرين كده، بتروح لخالد، لخالد رشدي باختراق، واول محاوله ليه بيطالب بفاول، لكن اول محاوله ليه ينجح فيها خالد. وجيفري والريباوند والفاول على خالد، يحصل على رميتين حرتين محمد يوسف. وبتحية كده من محمد يوسف لأرون على هذه التمريرة يعني، بيقول له شكرا. ينجح خالد طبعا، لأن الدفاعات مع محمد يوسف صعبة طبعا. بالتأكيد محمد يوسف ما شاء الله بدنين أقوى، وخالد طبعا لسه ناشئ، فيعني بيقدر يلعب بخبرته وبجسمه. بالظبط. بينجح في الرمية الأولى محمد يوسف. ويخفق في الثانية، ويليام بيكون في الريباوند. كيفن ولدندي لويليام، وينجح فيها ويليام. هنشوف جيفري، وهاند اوف كده من جيفري لتوني. عطل توني شويه كوتش يعني، ما بقاش نفس توهج الفتره الاولى. والقوه، هو فضل يوصل لحد ما وصل الكره لارون رونتاري محمد يوسف. كيفن رجع تاني دفاعات المنطقه وبيشوط، وخالد رشدي واثق الخطى امشي ملكه يعني، حاجه كويسه يعني ما شاء الله، نازل موفق ما شاء الله. خالد والدفاعات مع توني، توني بخبرته بيقدر انه ينزل بيه لتحت، وبدري في الظهور الاول ليه لعبها لتوني. فاضل 5 ثواني، وجيفري ثانيه بتكون الريباوند من نصيب نادي العربي. كيفن كالعادة هو متولي نقل الهجمة، ولكن حظه كويس ان هي ترجع لويليام.
ويليام لكيفن على خط الثلاثة. خالد رشدي هيعمل ايه المرة دي؟ يا سلام، بفدائية بفدائية، ولكن ما بينجحش فيها. توني لجيفري والمحاولة لم ينجح. السرعة كالعادة من كيفن، والفاول على بدر. الفاول الأول على بدر فعلا. هنشوف دفاعات نادي العربي هتبقى ايه. هما دفاعات المنطقة، وكيفن في غفلة من محمد يوسف وبينجح في تسجيله. نادي العربي بيتهيألي بيعتمد ان هو يخلي في لعيبة تحت على البيز لاين. البيز لاين بالظبط، ده اللي عمله، لانه اللعيب ددي محمد يوسف باين عليه كتير قوي، فهو دلوقتي بياخده وياخد جنب، واللعيب اللي سقط هو اللي بيسجل بالظبط، يفضل مكان لل والتسديده، ولكن بيحاول فيها رون تيري وخالد. وخالد الخبره الخبره تفرق يعني، ما شاء الله عليه، لاعب يمتلك من الخبرات كتير. العربي العربي التايم اوت الاخير حقق الهدف منه. خالد شاط بدا اللعيبه تروح زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي، بدا يحط الاثنين تحت بيتحركوا. استلم ويليام ديدي بياخد سايد، بيستلم الباصة الأولى، الباصة الثانية بتطلع لويليام قاطع من على البيز لاين، بيسجل سكور. وتكررت الموضوع ده كذا مرة، وده كده يبقى هو نجح إنه يخترق دفاعات نادي قطر. أكيد دفاعات قطر ممكن تتغير دلوقتي. أيوه لأن دفاعات المنطقة فعلا قدر كابتن حاتم إنه يخترق عليها في التايم أوت الأخير. فعلا من الممتع ان احنا فعلا بنلعب مع اثنين مدربين بنتفرج النهارده فعلا، يعني ما شاء الله حقيقي حاجه مشرفه وقويه. عندهم حلول داخل الجيم، يعني بيعرفوا يغيروا حاجات كتير داخل الجيم، ودي حاجه يعني مخصوصه الديفنس عندهم عالي قوي، وعندهم قدره على تغيير اي يعني بالموقف. وانا بيعجبني جدا عدم اليأس، يعني الجيم لغايه اخر لحظه سواء الكسبان بيعرف يوصل، بيعرف يرجع للجيم، بيعرف يعملوا العوده السريعه. بالظبط، استراتيجياتهم بتبقى جميله قوي داخل الجيم. فعلا ده كان واضح من مباريات الدوري حتى ومباريات الكاس، ان هم حتى لما السكور بيفرق كتير لا هم ما بيقاسوش وبيقدروا يرجعوا. دلوقتي العربي فرق نتيجة 34-26 نادي قطر، وفضل دقيقة 14 ثانية على الفترة الثانية. العربي المفروض يحاول دلوقتي يضيق الفرق شوية عشان يطلع بينه شوتين، يعني يقلله عن كده 8 بوت، المفروض يقل شوية القطر عشان. العربي رجع شوت. الباصة لمحمد يوسف لكن ما قرهاش منه زي المرة اللي فاتت مع آلن رونتيري، وبتطلع أوتسايد. شايفين الحاج علي صالح نزل مكان ويليام. الكوتش حاتم طبعا ذكاء منه ان هو قلب طريقة الدفاع، فبوظ التايم اوت كده اللعيبة كابتن. هتقدر تغير يعني. سكرين اثنين سكرين لخالد وبيشوط لكن للأسف ما بينجحش فيها. خالد لخالد رشدي، يا سلام، بيحاول لكن ما بيحلفوش الحظ. بدر بين الملعب، آخر 20 ثانية في الفترة الثانية. جيفري، محمد يوسف لتوني، توني واختراقاته، والفاول على خالد. توني لمحمد يوسف، وينتهي زمن الـ24 ثانية، ولكن
الريباوند يرجع لصالح نادي قطر وتنتهي الفترة الثانية كما هي 34-26. رأي حضرتك في الفترتين الأولى والثانية من النادي العربي ونادي قطر؟ هو احنا طبعا في الفترة الأولى كنا اتفقنا ان نادي قطر كان هو اللي فرض فلسفته على الجيم وكان هو اللي يعني كان هو المتسيد المسيطر على الجيم بالظبط. في الفترة الثانية قدر النادي العربي ان هو يعالج المشاكل اللي عنده في اختراق الزون، فبدا خالد شاط بدا خالد شاط وشاط ويليام يعني كان وكيفن كمان برضو نجح بالظبط وكيفن شاط وبدا يسقط حد تحت الباسكت مع اللاعب لارون اللي هو الجديد يعني عامل مشكله سواء تحت الحلقه او سواء من بره، وبالتالي هو قدر يخترق فعوض. طبعا كان طبعا الكوارتر الاول كان 11-11 دلوقتي السكور 8 نقط النادي العربي، واحنا برضه كنا بنتكلم ونقول هل نادي قطر هيقدر يكمل بالاداء ده ولا لا. النادي العربي قدر ان هو يفرض سيطرته شويه على الكوارتر الثاني وقدر يفرض اسلوبه، وبرضه بدا كيفن يشغل الناس اللي معاه وبدات الامور يبقى في شغل يبان يعني. فعشان كده نادي قطر العربي رجع للجيم وتغلب على قطر في الكوارتر الثاني والسكور دلوقتي 26-34. تغيير خالد رشدي كان ليها يعني تاثير فعلا بالتاكيد. هو خالد رشدي البيز هو لعيب صغير شيء من يعني عنده شيء من الحميه والدفاع الشباب حماس الشباب بس هو يعني ايجابي يعني لحد الان الكوتش حاتم بيستغله صح يعني لما بيلاقيه زاد بيسحبه شويه يهديه وينزله تاني. فهو يعني انا شايف خالد رشدي اداؤه يعني اداء كويس ولحد دلوقتي هو كان ليه تاثير في نقله النادي العربي ان هو يطلع على الجيم شويه. تمام. طيب توقع حضرتك ان في من خلال الفتره الاولى والثانيه مين هو احسن لاعب في الفترتين الاولى والثانيه يعني طبعا لسه المباراه زي ما حضرتك قلت مقفوله والفرقتين عاملين حسابهم جدا لبعض فالدنيا لسه مش زاره، ولكن مبدئيا انا مبدئيا شايف اقل اخطاء هو اللاعب تودي يعني هو لما بيلاقي الطريق بيروح ما بيحاولش يتفلسف يعني بيدخل في الطريق فاضي بيشوط وهو فاضي يعني ما بيحاولش ان هو بيلعب على المضمون زي ما بيقولوا كده بالظبط. تمام. هنشوف هيكون مين افضل لاعب وافضل مسجل، لان في بتكون ليه هديه برعايه شركه برازان للعطور في اخر المباراه، فهنشوف هيقولوا ايه كوتش بانيوتس او كوتش حاتم ما بين الشوطين للاعبتهم ازاي هيعوض كوتش بانيوتس الفارق الثمان نقاط ده. طبعا لسه بدري في عالم كره السله، طبعا لسه بدري جدا ولكن ازاي هيقدر يحافظ كابتن حاتم مملوك على التقدم، وهنشوف مين اللي هيقدر يفرض فلسفته في الجيم على المدرب الثاني بلعبته وادواته المتاحه لي. هو كان يعني لو احنا يعني فكرنا وقلنا لو عمر زيك موجود هل كان الاداء الفرقه كان هيبقى احسن ولا لا؟ انا يعني انا شايف بوجهه نظري ان عمر زيك لحد دلوقتي يعني كان يبقى أكتر تأثيراً من اللاعب إفادة أكتر من ديندي المحترف لأن هو ديندي لسه ما دخلش يعني لسه ما دخلش. ممكن يكون اللاعب ده لاعب مميز بس هو لسه ما دخلش الفريق ففي الوقت العاصف ده يعني عمر وخصوصاً عمر في يعني في كان في المباراة ضد قطر المباراة اللي هي كانت آخر اللي وصلت لنهائي الدوري هو اللي كسب العرب يعني كان هو رقم يعني سوري طبعا هو رقم واحد أيوه. لأنه كان جايب حتى أعلى سكور في الفرقة دي. لكن هل اللاعب ديدي هيستمر على إن هو صايم عن تحقيق أي ما فيش أي حاجة جابها لحد دلوقتي خالص؟ هو جاب عمل 2 بلوك طيب زي ما حضرتك قلت كويس قوي، لكن هو بعيد لسه ما دخلش الجيم خالص يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت بغض النظر إن هو عمل 2 بلوك ولكن هو مش محقق للاعيبه قطر الخوف او الرعب زياده ان هم يقدروا يخترقوا دفاعاته يعني بدليل ان توني حقق كذا مره دخلوا كان توني دخل كتير. هو توني دلوقتي يعني هو العشرة بوينت اللي جايبهم يعني جايبهم كلهم تحت الحلقه يعني هو واحده بس شاطر بده مش شاطر وبعدين جاب تحت الحلقه. فهو انا شايف ان هو يعني ممكن يكون
بين الشوطين ياخد تعليمات من كوتش حاتم ويتعمل له لعبه ولا حاجه يفضى فيها ويظهر اداؤه جايز يعني. لان امكانياته طبعا هو ما شاء الله طويل قوي البنيه. لا ولعيب عنده تاريخ يعني. بنشوف هو لعيب اكيد لعيب مميز جدا بس هو لسه ما دخلش مع الفرقه ولسه ما يعني ما فيش تجانس لحد دلوقتي. مش قادر يخش. كيفن هو اكتر مسجل في النادي العربي 11 نقطه. يلي خالد ولكن كيفن ومشكلته الفرديه ولكن اظن ان هي اتعالجت في الاخر من كوتش حاتم مملوك شويه ان هو قدر يحجم الموضوع ده شويه. بالظبط. بالظبط لان هو كان عامل مشكله هو اللي بيخلص فكوتش حاتم وجهه وبدات بدا يبقى فيها حلول اللي هي تحت الحلقه وبدا يبقى خالد برضه دخول خالد دخل يعني كيفن يفتح هو يروح داخل داد يفتح يروح داخل تطلع سكيب باص بره كان هو كيفن نفسه شاط وجاب وخالد نفسه شاط وجاب فبدا يبقى في حلول في الفرقه بدات الكره تمشي شويه لان اتفقنا ان هو الكره كانت بتاخد تقريبا 10 سنه بس بتخلص يعني. فعلا يمكن كيفن عشان بس تحضرك عارف اكيد ان هو كان موجود قبل كده في الدوري القطري. الدوري السنه دي فعلا مميز جدا واصعب يعني زمان كان يغلب عليه اللعب الفردي اكتر يعني لكن دلوقتي لا في تاكتيك وفي خطط وفي ازاي توقف لعيب معين فما يعني خلاص ما فيش دلوقتي بتالي فرقه بتقدر تعتمد على لعيب واحد بس ان هو يكون هو السوبر هيرو ويقدر يعمل كل حاجه فبيعتمدوا ان هم يكون في لما وزي ما حضرتك قلت ان لما لعبوا بطريقه منظمه اكتر بطريقه جماعيه لعب جماعي اكتر منه فردي قدروا ان هم يخلخلوا دفاعات نادي قطر ويخترقوا. بالظبط احنا نتفق ان الدوري القطري دلوقتي من اقوى يعني الاداء في اقوى المباريات والفرق يعني بتضم لعيبه محترفين ومستوى الفرق متقارب جدا يعني قد يكون فرقه في المركز الثامن او التاسع او يعني كده وممكن تطلع تضرب فرقه اول او ثاني وده وارد لان الفرق المستوى كله متقارب اللعيبه المحترفين فلازم زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي اللعيبه تمشي بتكتيك مدرب لازم يكون في فتره تعداد كويسه المدربين كلها شغاله ولو حضرتك تلاحظ لو في لاعب اخفق ولا شيء او بنفس استراتيجيه هتلاقي النهارده الوكر غير بكره زي ما حضرتك شفت العربي غير جاب ندي مكان عمر زيكو كل المدرب كل شغال لان المستوى قريب واحنا في الاخر احنا اللي بنستمتع بالاداء اللي احنا شايفينه حضرتك زي ما بتقول فعلا يعني حتى نادي الشمال بقوته السنه دي وان هو يعني كانوا عايزين يستروا تاريخ لنادي الشمال وطبعا فرقه جاهزه ما شاء الله سواء الخمسه الستاندنج الموجودين في الملعب او اللي موجودين على البدلاء قدر مع نادي الريان بعد اكسترا تايم 106-105 دي نتيجه كبيره جدا والفرق يعني بيدل ان لا مش الموضوع كان مفيش مباراه وان سايد جيم او كده لا الريان كان اقرب لو حضرتك لاحظت الريان كان اقرب اللي هو للفوز وفي اخر لحظه الشمال بيخطف المباراه وليك حاجه شفت اول الدوري خسر من الوكره والوكره هي كانت في الدوري كان خامس الدوري فده دليل ان في شغل مدرب بيدور وبيشتغل اوكي هتلاقي الفرقه بتاعته بتزيد طبعا احنا لا الشمال عمل انجاز طبعا ما حصلش في التاريخ ان هو اول مره ياخد دوري ودي حاجه طبعا تشهد ليه وطبعا بيشكر نادي الشمال بادارته بكل حاجه ان هو متعنا بوجود مجموعه من اللاعبين المميزين جدا فعلا. انا النهارده كنت قاعد بستمتع يعني مستمتع باداء اللعيبه في الملعب يعني حاجه بصراحه مشرفه وجيب حضرتك استمتعت اكتر لما الوكره كسب ده في الاخر طبعا بعيد عن الوكره لكن احنا استمتعنا بالباسكت اكيد انا والله يعني وكره وكده بس كان في حاجات شغل كان للشباب بتعمله كده بالسقف الوكره عندها لعيبه ما شاء الله. جامدين طبعا سواء كده او كده احنا في الاخر مستمتعين الفايده بترجع لينا فعلا بالظبط طيب. واحنا كمدربين قاعدين بنتفرج وبنستمتع وبنتعلم كل حاجه اكيد طبعا اكيد التغيرات بتحصل ما فيش طبعا لعبه كره السله هي لعبه الملاحظه السريعه لان انت في ثانيه زي ما حضرتك بتقول ممكن بلعبه واحده او بلعيب واحد تقدر تغير فكل ده استفاده واستمتاع لينا ان احنا بنشوف دوري مختلف فعلا السنه دي عن اي دوري قوي سواء كان الدوري او بطوله الكاس الان لا الموسم السنه دي فعلا موسم متميز مفيش فرقه
بتقول ان انت خلاص هي داخله ضامنه ان هي الجيم ده بتاعها وانا خلاص داخل وعارف ان انا هكسب؟ لا لا مفيش خالص يعني. نادي السد كان ما شاء الله كان بادئ قوي والظروف طبعا اصابه دومينيك اثرت كتير عليه. اصابه دومينيك من نادي السد اثرت كتير على نادي السد. هو يعني نقدر نقول يعني جميع الانديه ممكن اصابه لعيب تاثر عليها طبعا الا نادي الشباب. يعني هو ما شاء الله عندهم ما شاء الله عمر بقول عندهم بنش يعني انا يعوض. والله في المباراه انا شفت ما شاء الله ما شاء الله الفئه عندهم يعني اربعه قاعدين على البنش بنفس قوه اللي موجودين في الملعب. يعني انا قلت يعني بيلعب يعني الفرقه بتلعب على الخمسه فاول لوكر طلعهم مشكله قائمه. حتى لو طلع فيه اللي بره برضه موجود موجود بقوه. هنشوف هنقدر نتابع ازاي تعليمات سواء كابتن حاتم او كوتش بانايوتس. هما الفريقين دلوقتي نزلوا لإجراء الإحماء مرة أخرى بعد ما أخذوا التعليمات من المدربين الفنيين. لو حضرتك لاحظت معايا هتلاقي اللاعب جيفري اليوم مش في حالته قوي. يعني هو جايب 11 بوب بس هو مش يعني هل هو أخذ تعليمات يريح شوية مجهوده مش عالي أو زي كل مباراة. واللاعب برضو اللي هو رقم 3 أرون أرون رونتري بالظبط. أرون هو يعني لعيب مميز قوي وهو جايب كام بوت النهارده؟ أرون جايب 4 بوت بس 4 لا لا هو متوسط عنده أكتر من كده بكتير كتير قوي يعني. النهارده الشغل مش عليه خالص يعني. هو فعلا يعني زي ما حضرتك قلت ان اغلب الشغل بالنسبه لنادي قطر موجود على توني اللي هو اللاعب رقم 25 بيتلعب عليه فعلا كتير. وهو ما انا متوقع يعني كوتش بانايوتس انا اثق في تشابته زي كوتش حاتم بالظبط زي كتير من المدربين اللي في الدوري القطري. يعني هو من المدربين اللي ممكن تكون هو ده سيناريو ماشي يعني ممكن يكون خلاص هو شغال دلوقتي بالظبط خلي دي بانايوتس يعني ان هو يشغله دلوقتي توني. يعني ممكن تكون التعليمات اللي جايه ارون يشتغل يعني تعمل له حاجه وهيشتغل مش هيكمل عليه ان شاء الله. وده توزيع الجهد على الفرقه وده حاجه طبعا برضو بالتأكيد. مهمه جدا لان انا لو اعتمدت على لعيب واحد هتبقى مشكله. وزي ما قلت حضرتك وحضرتك يعني تفضلت وقلت ان ده ميزه السنه دي كمان ان مفيش الميجا ستار ان هو ده خلاص ده المخلص والمنقذ والدفاع والهجوم وكل حاجه عليه. لا في اكتر من لاعب فعشان كده اقدر ان انا العب بواحد واستنى التاني ان هو اقدر العب بيه في وقت تاني. صحيح. من ضمن علامات الاستفهام اللعيب رقم 20 في نادي العربي كريستيان كاسيس ده كان السنه اللي فاتت الموسم اللي فات يعني كان من ضمن احد اسباب مكسب نادي العربي. هو انا يعني معلوماتي ان هو مصاب بس انا مش جاهز يعني ده المانع الوحيد اللي يخلي لعيب كان في المستوى يعني هو كان سابق تلا يعني وصل لمرحله ان هو كان العام الماضي كان بينزل قبل تلا يعني بيعمل شغل كويس قوي بس انا شايفه بعيد خالص. لكن فعلا السنه دي اختفى اختفاء انا مش عارف السبب اختفاء غريب يعني هو ده بالعربي في حاجات غريبه يعني انا عمر زيك المعلومات دايما ان بعد يعني كل 3-4 مباريات بيبقى في نيه يغيره ويجيبوا لاعب مكانه وبعدين يرجع تاني وكأنه مش عايز يتغير. هو المره دي نجحوا في تغيير التغيير الجديد. وصلت لنا الاحصائيات الفتره الاولى والثانيه هنشوف ابرز ما فيها.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الفترة الثالثة والشوط الثاني من المباراة بعد تلقي التعليمات من كلا المدربين ومراجعة كده زي ما بيقولوا سريعة قبل ما ينزلوا بحيث أنه يقدر كل مدرب يذكرهم باللي اتقال في الغرف خلع الملابس. هنشوف زي ما قلنا هيعوض ازاي الفرق كوتش بانيوتس 26-34 وازاي هيقدر يحافظ على الفرق كابتن حاتم مملوك ويقدر مين اللي هيمشي ويفرض فلسفته على المباراة. طيب كمبدئيا كده دكتور مصطفى من خلال الإحصائيات ايه اكتر حاجة لفتت انتباه حضرتك؟ والله انا شايف ان خالد رشدي يعني واخد يعني هو جايب 13 في في توتال بتاعه في في الاسيست والاخطاء وكده فهو جايب موجب 13 ودي اعلى حاجه في يعني المشاركه كانت مشاركه فعلا ناجحه زي ما قلنا من كابتن حاتم مبروك كان مؤثر جدا بالظبط بالظبط النقاط خالد رشدي ما شاء الله ناشئ ونتمنى له كل التوفيق طبعا ولكل اللعيبه وفعلا اضافه وهو بيبدا تاني. وحضرتك قلت من الحاجات المميزه ان كابتن حاتم مملوك يعني زي ما بيقولوا كده عارف الكيمياء بتاعته يعني ايه لما الموضوع هو حماس الشباب فلما بيزيد عنده شويه بيقدر ان هو يسحبه مره تانية يقدر ان هو يهديه وبعد كده يقدر يشاركه في الاوقات اللي هو محتاجه فيها. بيكمل خالد رشدي المشاركه وبيبدا وبنبدا على بركه الله الفتره الثالثه واوتسايد لصالح نادي العربي مراقبه لصيقه من توني لكيفن هو لقى ان هو فردي كوتش بانيوتس فقال له خلاص اخليك ولكن في رقابه اللصيقه مان تو مان دفاعات مان تو مان نشوف خير الملعب واقف هو اللي بدأ العربي نفس المشكلة نفس المشكلة تاني ان هم مش عارفين مين هو هنرجع نقول ان لا هو المفروض العربي لان ايوه لان هو العربي الاول اللي هو اول 2 بوينت بعد كده قطر بعد كده العربي صحيح مظبوط كده لكن هي دي مشكلة النهاردة مش عارف للحكام هو صحيح قطر دلوقتي العربي قطر العربي صحيح يا رب نخلص بقى من المشكلة دي في الشوط الرابع فعلا الحيازة من للعربي والمباراة كملت بس هو يعني كنتش بدلوت استنزل مان تو مان في الكورت احنا مستنيين نظبط حاجه في اللوحه تمام كده هنبدا تاني مره تانيه والرقابه واللصيقه بقول له استناني انا كنت هجري بقول له استناني كنت هجري ولكن يعني كانت غريبه شويه فربطوش مع بعض لسه نازلين لسه ما سخنوش تاني فهنشوف كده يعتبر اول نجاح لنادي قطر في مراقبه الرجل لرجل بطول الملعب مجموعه من السكرينات بتتعمل فيطلع ارون احمد هاندوف في شغل بيتعمل من نادي قطر توني المخلص ولكن توصل لدندي لكيفن كيفن السريع كيفن والباص ولكن كيفن زي ما قلت لحضراتكم لسه مصحيش يعني فترة الراحة أثرت عليه توني ولعبه على خالد بيطلع بره مرة تانية لكن
خالد بخبرته بياخد الكرة وبيهدي بيهدي الملعب، لأن نادي قطر زي ما قلنا وقال كوتش مصطفى إن هو كان مهدي الملعب في الكوارتر الأول، لكن عايز يسرع الملعب دلوقتي. فاول لصالح نادي العربي، وعلى توني ويحصل على رميتين، لان هو كان يعتبر خالد خد الخطوه الاولى لان هو يطلع تصويبه سلميه، ينجح في الرميه الحره الاولى. 35-26 وإعادة مرة تانية، لأن في لعيب من نادي قطر دخل قبل ما الكرة تتشوط، هو غالبا كان أحمد محمود فبيقولهم خلاص بعتذر، يعني أنا هفضل واقف بره. ينجح فيها في الرمية الحرة التانية خالد، نفس الكلام بيعمله النادي العربي، إن خالد ليه رقابة لصيقة مع جيفري، هو توني استنى على جيفري عشان هو اللي هيستلم. جيفري في تصويبة متوسطة المدى والريباوند من توني، ويقدر ان هو ينجح في إضافة النقطتين لنادي قطر. خالد لدندي والفاول، دندي يعني زي ما تقول متعصب كده، لأنه الآن فعلا ما قدمناش أي حاجة كابتن مصطفى. لا لا هو زيرو بوينت لحد دلوقتي ولسه بقى، يعني ما فيش حاجة، يعني فعلا صعب إن لعيب محترف للفترة الثالثة ما فيش ولا نقطة، هو جاي بونك زياده. لعبه الاوتسايد بتتعمل وبتوصل لدندي كيفن والارتكازات، وبيعمل تصويبه متوسطه المدى، ولكن ينجح في الريباوند جيفري. ايه اللي هيحصل؟ توني والاختراق وخبره، ولكن دندي في الدفاع طيب، في الدفاع طيب. كويس طيب. رد علينا بسرعة، يعني قال لهم أنا مش محققتش لكن في الدفاع موجود، بيطلبوا إنه يعمل له سكرين ويلعب معاه تومنز بلاي، ولكن ما لعبش خالد ليه، توصل لويليام و الفاول. ده خطأ الثري سكند، ثلاث ثواني قعدوا مدندي في المنطقة. جيفري ورقابة اللصيقة من خالد، توني والمباراة الجانبية، وأحمد محمود الريباوند من دندي. لا محتاج يكون يقظ أكتر من كده دندي، يعني فعلا ما يعني عمر سيك إلى الآن هو كان أفضل، لكن جيفري وأحمد محمود بيجرب مرة تانية وينجح فيها، واخد تعليمات وويليام سريعا، والدفاع ينجح. جيفري توني جيفري ويا السلام، واحمد محمود، احمد محمود نجم الدقيقه اللي فاتت، والتايم اوت من العربي. 33-36 قدر ان نادي قطر يرجع. بالظبط، هو اسلوبه الدفاعي ضاغط ونقل الملعب بسرعه، بدا ريتم المباراه يتغير، فاجئ بيه نادي العربي. فنادي العربي لسه طبعا يعني ما دخلش على ما تعودش على ان هو يواجه الموضوع ده دلوقتي، فبالتاكيد التايم اوت ده خده الكوتش حاتم عشان يغير بقى من الدفاع الاداء بتاعه، يحاول يخترق الدفاع الضاغط. اللعيبه بدات تجري، بدات تتحرك يعني. وبعدين دايما الكوتش بدايوتس بيحل الشفره باللعيبه المحليين اللي عنده، باللعيبه القطريين. أيوه. يعني عنده لعيبه قطريين مميزين، من الجنب تلاقي بدري بينزل بيشوط، تلاقي يعني تلاقيهم عندهم عنده حلول 3 بوينت بيلجأ ليها وبينجح دايما يعني.
يعني عنده كذا واحد، عنده بدر، عنده الملكي، عنده احمد محمود، عنده ناس يعني لعيبه كتير بالشوط ويتميزوا بالشوط. مظبوط بالظبط. فده هم اللي يعني قربوا الجيم يعني. اخر خمس نقاط مسجلهم احمد محمود، واحده من تصويبه ثلاثيه والثانيه باختراق وباصه سحريه وصلت له من توني، قدر ان هو ينجح في تقليل الفارق. الفرقتين بيكملوا، وزي ما حضرتك قلت ان النادي العربي للاسف حتى ديندي نازل يعني، يعني حتى لما لم الريباوند وبيعمل يعني بيعمل دريبل على مهله جدا ومش عارف ان في حد وراه، فهو للاسف لسه احساسه بالملعب ما كانش موجود. بيستمر نادي قطر في الدفاع الضغط بطول الملعب، تالا بينزل مكان خالد، تغييره خلاص عارفينها، وديندي والباصة لويليام، يا سلام، لكن ما توقعهاش ويليام. أرون اللي لسه إلى الآن ما يعني ما ورناش كمية الحاجات اللي عنده، شوطة كده لكن بترجع تالا أحمد محمود، بيبدأ ياخد الـ14 ثانية مرة تانية، فهيبتدي يلعب عليها مرة تانية. توني بيطلب منهم سكرين عشان عايز يخترق، فعلا نجح وصل، ولكن ويليام وكده كده بينتهي زمن 24 ثانية. كيفن بسرعته لويليام على البيزلاين وخالد ولم ينجح. نسبة التري بوينت لسه هقول نسبة الرميات الثلاثية مش كتيرة، لكن جيفري رد عليا قال لي لا انا موجود وهسجل. تالا لكيفن ولعبته المميزة، ويليام على البيز لاين، يا سلام، بيعرف يتحرك فعلا برجله وقدر ان هو يسجل نقطتين. 36-36، مباراة فعلا ممتعة. قدر وجيفري والريباوند وديندي كان لها. كيفن كالعادة سرعته لويليام، لسه تالا بيجرب حظه، يخفق. شوف رغم انه ممكن يعمل الترانزيشن السريع، لكن احمد محمود جت لا 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 بخبره كده بيحصل عليها تالا اوتسايد لنادي العربي. زي ما حضرتك بتقول رغم ان هم ممكن يعملوا الترانزيشن السريع نادي قطر، لكن برضو بيستنوا على الهجمه وبيهدوا، يعني ما بيخلصوش الهجمه سريعا. لا لا هما بينفذوا التعليمات زي ما بيقولها كوتش بنات. كيفن وستيل من ارون، هنشوف. انا موجود، انا موجود، تصويبه يعني صحيحه حاجه قويه جدا، حاجه من اللي بتمتع الجمهور. هو نط كمان ما شاء الله، كان جنبه علي ونط من بدري، فحاجه يعني كانت ممتعه بالحقيقه. و تومنز بلاي، لكن جيفري و لا 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 لا، يعني حب يعمل فيها شو اكتر من اللازم، لكن يعني حظه فاول. طبعا فاول ذكي جدا. يعني هو شاف الاثنين نطوا فقال لك خلاص انا اقدر اخد الفاول بقى منهم. لكن زي ما اتفقنا الاثنين مدربين عندهم فلسفه عاليه جدا. نادي قطر كان خسران 8 بوينت، السكور عالي معاه، لكن قدر يرجع للجيم بسهوله، ودلوقتي 38-38، ونادي العرب ممكن يعلى تاني وقطر يحصله، ولا قطر يقلع. يعني الجيم في الملعب ما نقدرش نتوقع مين هيخلص، ودي متعه كره السله بالظبط، ان لغايه اخر لحظه انت ما تقدرش تتوقع مين كسبان. لو تلاحظ كوتش طريقه الاداء بتاعت نادي قطر اختلفت تماما عن الشوط الاول والثاني. يعني كان بيلعب زون ديفنس وبيلعب الهادي، دلوقتي الجيم بيجري بيسرع. يعني وزي ما تقول كده، يعني العرب تعب شويه من شويه الجري اللي جرب في الاول، هو بدا يجري بقى، فبدا يفاجئ العرب شويه يعني. ولكن العربي فريق كبير وعنده خبره ويرجع للجيم يعني ممكن يعني. اكيد لسه بدري اكيد طبعا دكتور مصطفى، ولكن دي هي دي المباراه زي ما بيقولوا، فعلا رايحه وجايه
مين كل لاعب كل مدرب بيمسك المباراة لوقت معين وبعد كده بيقدر يرجع المدرب الثاني يقدر ان هو ينفذ فلسفته. كيفن في محاولة الاختراق واللعب الفردي وينجح على خالد في الريباوند بيتلم عليه لعيب قطر ودين ده هيشوط لا مش هيشوط أوه استخدم عضلاته بس يعني استخدم العضلات ونسي الدماغ شوية يعني فاول يعني عمله جنب الحكم وباين جدا يعني حتى لو مش الحكم جنبه وباين جدا ده الفاول الثاني على ديندي ويليام في الفاول اللي فات كان خد ده الفاول الثالث ودي طبعا هتتخليه ان هو يكون حريص اكتر في الفاولات جيفري وتلا والرقابة يا سلام بعقل لكن بتعدي ناحية تانية كيفن كيفن وسرعته يا سلام واحد و كيفن يحصل على رمية إضافية اختراق بس حضرتك زي ما قلت ان فعلا النادي العربي لسه يعني مش قاد يعني سرعة نادي قطر ان هو سرع الملعب وكيفن برضو مصر ان هو ياخد الكرة او ما ياخدها يعمل الترانزيشن او الفاست بريك هو ده سلاح ذو حدين زي ما هو آه. يعني هو كيف سلاح ذو حدين يعني في بعض الاوقات محتاجينه بس هو لازم يعرف ان مش على طول جاري بقى يعني بالظبط يعني لازم في وقت يستخدمه ووقت يقدر يقعد هو اللاعب ديدي ده احنا متفقين هو لسه ما ظهرش بس هو عامل مشكله تحت البوست يعني هو عامل ديفنس يعني حتى محمد يوسف بابيس مش ما جايب بوينت لا محمد يوسف يعتبر نفسه يعني هم يعني زي ما تقول لحضرتك بوينت. هم بالظبط يعني كل لاعب موقف الثاني وممكن دي مهمتهم الأكبر يعني أوتسايد لصالح نادي قطر وبيطلبهم كوتش بانايوتس بلعبة معينة هنشوف محمد يوسف بينزل تحت وتوني يا سلام عليك يا توني يا سلام أمتعتنا دخل بفردية لكن قدر يسجل لا يا جماعة دي مشكلة كان بيس باص للنادي العربي ده يقدموا عليها بالتأكيد طبعا كتير. يعني دي ثالث كرة بالظبط ميس باص يعني هي تغيير خالد بتيجي اهو وقتها كالعادة تغيير تلا بخالد يعني هو حتى كابتن حاتم كده مشي اللي هو بيشوف السكور بس هو عشان مش عايز يتكلم تالا يعني كده اللي هو يعني انت ما كانش ينفع البصة دي تبصيها جيفري ومحمد محمود ل بادل اجهاد على بابيس كتير التعب والاجهاد عليه ان زي ما قلنا من الاول ان هي مباراه جانبيه بينهم هما الاثنين خاصه الاثنين ما شاء الله اقوياء يعني ايوه كيفن لدندي المره دي بدلوا المراكز بقى وفاول على توني بدلوا المراكز دندي هو اللي طلع فوق ومرر لكيفن نجح ان هو ياخد الرميتين الفاول رقم 2 على توني من نادي قطر ينجح في الرميه الحره الاولى يعني من كتر ما هم ما بينزلوش يعملوا ريباوند في الرميات الحره محمد برضو بيزقوا اللي هو بس انت مش معانا 42 العربي 41 قطر خالد في الريباوند بينقل الملعب خالد يديها لكيفن لدندي خالد هيجرب لكن يخترق يا سلام يا خالد لكن للأسف تخبط في سن الحلقة وتطلع جيفري وأحمد محمود مستنيها على الموعد أحمد محمود على الموعد لعيب مميز فعلا بالتصويت الثلاثية وقراره هادي يعني خد وقته هو يعني متوظف يعني ده المكان ده بيجيب يعني بصراحة توظيف جيد من كوتش بانايوتس وهو مؤدي المهمة على أكمل وجه يا سلام يا ويليام بيطلبوا بيطلبوا
والحكم طبعا اكيد بيقول لهم في زيرو ستيب ده الجديد، بس طبعا هم بيلعبوا بعصاب الحكم يعني. أربعة واربعين، أربعة واربعين، مباراة فعلا ممتعة. توني توني توني، يا سلام يا سلام يا توني، لعيب ما شاء الله 46 41 آخر 50 ثانية في الفترة الثالثة. وكيفن بفردية يا راجل، لكن بترجع له، بس تاني بصة صعبة قوي يعني ان هو يبص البيج مان في الحتة دي، خاصة ان معاه الدفاع بتاعه يعني. بصة صعبة جدا دي، بصة صعبة يعني هما بيردوا على بعض. رونتاري لخالد يعني بيقول له ممنوع الاقتراب او التصوير، وجيفري كرة بتخش جوه الحلقة وتطلع، بيندم حظه خالد. خالد وتسجيله للنقطتين، و 46 46 دفاع ضاغط بطول الملعب. خلاص خلاص الفترة الثالثة انتهت. تحليل سريع كده للفترة الثالثة كابتن مصطفى. والله طبعا الاثنين مدربين حيقولوا معاهم شوية، كل يعني كل واحد بيفاجئنا بحاجة. الكوتش بيرس طبعا مشكور، رجع للجيم بشكل جميل قوي، لكن هل الكوتش حاتم هيسيب القصة؟ هو كان طبعا كان متقدم كتير في الكوارتر، بعد الكوارتر الثاني قدر يرجع لتعادل وتقدم على العربي في بعض الأوقات 4 بوينت و 2 بوينت وكده، لكن كوتش حاتم أعتقد أنه هو هيبدأ يغير من استراتيجية الجيم في الشوط الرابع، وأكيد برضه كوتش مانويل سيفاجئنا بحاجة تاني. طبعاً احنا شايفين اتنين مدربين بيشتغلوا على مستوى عالي، اتنين مدربين فاهمين إمكانيات لعبتهم كويس قوي، بيحاولوا ان هم يغيروا من وقت للتاني في اداء الفرق بتاعتهم، وبالتالي يعني ان شاء الله هنستمتع جدا جدا بالجيم، وبرضه مش عارفين مين اللي في الاخر هيحسب الموقع لصالح. الممتع فعلا زي ما حضرتك بتقول يا دكتور، ان تغيير طريقه اللعب سواء دفاعيا او هجوميا اكتر من مره كتير، فده بيخلينا ان احنا نستمتع اكتر، ان هم فعلا اتنين مدربين قاريين بعض كويس، لما حد بيعمل طريقة دفاع معينة بقدر ازاي ان انا اخترقه وبوظ له واخلخله الدفاع ده، وده قراية جيدة للمباراة يعني. مع ذلك ما شاء الله المدربين اتنين مدربين يقظين طبعا على مستوى عالي طبعا، وده باين على النتيجة 46-46. بالظبط 46-46 ايوه. رونتاري قدر توني قدر يحقق 16 نقطة يعني في الفترة دي في المباراة يعني. سجل 6 نقاط، هو ده أعلى سكور، بعديه جيفري وكيفن 15. بالظبط، من نادي العربي كيفن 15، ومن نادي قطر جيفري 15 نقطة أيضا. وزي ما حضرتك قلت يعني، إن ديندي ومحمد يوسف هو في مباراة جانبية منهم، وهم زي ما تقول يعني التكليفات من المدربين ان هم يوقفوا خطورة بعض. هو ديدي يعني غير يعني غير ايجابي في الاوفنس، لكن الديفنس هو قايم مهمة يعني. انا ملاحظ ان هو تحت الباسكت عامل مشكلة للمداد كفر يعني. نبدا الفترة الرابعة، وجيفري لمحمد يوسف، رونتاري وبصة من السبات يعني، دانك من السبات، إسلام دانك من السبات لجيفري. مباراة ممتعة بكل ما فيها. ديندي يسلم لخالد وعايز يلعب تومنز بلاي، لكن خالد كل مرة بياخدها ويسجلها، بدل بيسجلها ما نقدرش نتكلم. هو طبعا لعيب كبير خالد. جيفري لتوني، احمد محمود ما شاطش المره دي، جيفري بيطلب منه السكرين وبيشوط، لكن بيخفق وبتكون الريباوند من نصيب كيفن. خالد رشدي
لخالد سليمان. بابيز ورونتاري مستنيه محمد يوسف لكن ما بصلوش. رونتاري وأوتسايد لصالح نادي قطر. دفاع قوي من خالد رشدي وقدر ان هو يطلع الكرة رمية جانبية. رونتاري وسبع ثواني هيشوط وخد قرار الشوط لكن غير موفق اليوم في التسويق. رونتاري رونتاري كنا المفروض نشوف منه أكتر من كده. هو مسجل 6 نقاط وكيفن في محاولة خير موفق يعني سرعته عالية جدا ولكن مع الأسف الفينش بتاعه ضعيف جدا. هو أسرع من نفسه حتى يعني بيعمل كل حاجة بسرعة ودرجة إن هو توني وال 3 بوينت من توني 51-48. كيفن لخالد يا سلام التمويه ودندي اعمل بقى ولو نقطة واحدة ولكن للأسف يخفق جيفري. هل هيعمل دانك مرة تانية ولا هيديها لتوني؟ توني والأسيست من جيفري لتوني ويقبل الهدية توني وتكون النتيجة 53-48. كيفن في محاولة فردية ينجح فيها. السلام بصى عابرة للقارات توصل رونتاري ولكن زي ما احنا عارفين نادي قطر لا يعني بيحب ينفذ اللي كوتش بانيوتس قال عليه بالظبط. توني وارتكازات يا سلام يا سلام. لعيب مميز فعلا لعيب مميز في 23 بوينت ما شاء الله في خلال 3 دقائق قدر يسجل 7 نقاط. وكيفن يعني هي مباراة جانبية مين اللي هيسجل أكتر ما بين كيفن وتوني. يحصل على الفاول توني تهالي برضو كيفن رجع تاني للفردية أكتر يا كابتن مصطفى. رجع لحل الفردية هو يعني غالبا لما بيبقى السكور يعني بيعلى او قطر بتعلى بيكون عنده تعليمات ان هو يخلص على ال... لا لا هو اكيد مش تعليم هو اكيد بيدي هو تعليمات من نفسه هو بيدي تعليمات من نفسه. ينجح توني خد حصل على اللايك سبورتسمان فاول رميتين والحيازة لنادي العربي. كيفن والستار من ديندي لويليام نجم البيزلاين يعني قدر يعني بيشغل وبيشغل على السيستم ياب الحاجات كويسة. أه. جيفري لتوني رأرون حصل كده زي لفة كاملة من لاعبي نادي قطر. ده حركة دائما لخلخلة الدفاعات و توني بيجرب لكن ما بتحصلش. كيفن بيكون اهدى المرة دي ويقدر هو بيتسابع الشوطة بس بيشوط ولكن برضه هو اللي بيخلص يعني هو حتى لو هدي هو برضه انا اللي هخلص الكرة بتاعتي مش هديها لحد. تايم اوت لقطر تايم اوت لنادي قطر 55-55 بالظبط. طيب توقعات حضرتك نادي قطر كوتش بانيوتس هيقول ايه او ليه طلب التايم اوت ده؟ والله كوتش بانيوتس هو عارف ان الماتش لو هو قريب وهيمشي كده باسكت باسكت لازم يفيله قد 4-5-6-7 لان العربي عنده من الخبره انه ممكن يخطف الجيم في الاخر. لو مشي باسكت باسكت العربي عنده الخبره ان هو يخلص الجيم في الاخر 100% يعني تبقى بالنسبه له مجازفه كبيره فهو لازم من دلوقتي يحاول يعلى شويه. فاكيد هو هيبدا يدي تعليمات لشغل اللعيبه واكيد هيبدا يشتغل برضه زي ما احنا يعني اتفق على احمد محمود او هينزل المالكي او حد
بحيث انه ياخد سايد ويشوت واحده او اثنين ثري بوينت يبعدوا شويه الجيم. لان احمد محمود في يعني في اخر دقيقتين ثلاثه ما اختفى شويه. بالظبط هو الشغل مش عليه، هو بيدي مهام الشغل على بيه. بالظبط يعني هو باين ان هو بيلعب بكام جمله بيلعبهم في الوقت ده بتتزنوا تعملوا دول بيعملوهم. فهو واضح ان هو ان شاء الله يعني ان شاء الله هنستمتع يعني هو شايفين كل شويه في حاجه جديده بتتغير. لكن انا عايز اشوف ديدي بيحط باسكت يعني هو علامه استفهام فعلا. اه فعلا هو ديفنس كويس انا شايف ان هو كويس بس مش يعني لازم طبعا اي لعيب محترف يكون لازم يكون عنده الجانبين. اه مش جانب مأثر على التاني. هو اخف من عمر زيك شويه يعني هو بيتحرك وبيجي على الديفنس وبيطلع بس مش عمر كان بيجيب سكور عمر كان بيعدي 20 بوينت. اه من تو من بيبدا نادي العربي دفاع الضغط وينجح في الدفاع الضغط النادي العربي. خالد رشدي هيجرب رجع في كلامه ونشوف هينفذ ايه. دندي دندي لف وحط بقى يا راجل. الحمد لله على السلامه اول نقطتين لدندي والدفاعات الضغط يا سلام لكن نجح فيها النادي قطر. يا سلام احمد محمود هو ده اللي احنا قلنا لازم احلها ده. احمد محمود طبعا كنتش هتفاجئه بالزوب ريس 1 2 1 1 برضه عمل شغل معايا كويس يعني فالاثنين شغالين ما شاء الله عليهم يعني وبيعملوا دبل تيم على معاه الكوره فده يعني بيربك اللي معاه الكوره. هيرجع دلوقتي كنتش حاتم خلاص هو عملها مرتين وهيرجع بقى دلوقتي 58 57 احمد محمود واقف مستني المهمه بتاعته. سحب جدي بتاعت الحلقه يعني جدي بيتروح لاحمد محمود دلوقتي سحب بتاعت الحلقه خلاص عشان يقدر يفضي المكان لو حد هيخترق او بالظبط. تمام كيفن وترانزيشن وويليام والفاول على محمد يوسف لكن هو فاول تكتيكي فاول ذكي طبعا طبعا لانه خلاص هو كان ويليام كان رايح يسجل ان هو يعطله على الاقل لو سجل واحده واخفق واحده تبقى ده الفاول الرابع لمحمد يوسف فدي مشكلة طبعا لازم يحافظ لان فاضل الاربع دقايق 30 ثانية وده وقت كبير في الباسكت فلازم يحافظ على الفاول بتاعه والناحية التانية اكيد نادي العرب هيلعب عليه كنت لسه هقول لحضرتك بتقالي يعني دندي مدام خلاص هقول الحمد لله روح بقى عليه بقى. قدر ان هو يسجل اول نقطتين ويفك النحس اللي كان ملازمه يقدر بقى ان هو يلعب على محمد يوسف لان محمد يوسف طبعا هيكون حارس جدا في دفاعاته يعني. ويليام خالد وبيجرب لكن لم ينجح جيفري توني للعب يا سلام هو ده ثلاثة راحوا عليه يعني هو كده عمل مشكلة يعني هو عمل للفئة مشكلة عارفين اول ما بيمسك الكوره ما شاء الله عليه يعني. ده لازم نوقفه باي ثمن بالظبط فهو كده في حد انا هيشتغل اكيد يعني هو دلوقتي يعني رجي شات 3 بوينت في وقت طبعا كان صعب ان حد يلعب اوتسايد دلوقتي يعني الا لو كان حد عنده نسبه كبيره في 3 بوينت كان القرار فيه مجازفه كبيره فاضطر ان كابتن حاتم ان هو خبره بقى هنشوف بص احمد محمود بقى محيرهم خلاص يعني هم يعني هم ماشيين وراه وجيفري وزمن 24 ثانيه ينتهي كيفن كيفن والاختراق السلام يا خالد بعقلي كده ولكن بتوصل جيفري 1 1 مع تالا وبيحصل على الفاول جود فاول ده برضه من الفاولات يعني هو خد فاول ذكي فاول تكتيكي ده الفاول الاول اللي تالا بالتاكيد دلوقتي اي كره الفرقه هتفقدها او في تصرف شوتنج هتدفع ثباتها جامد يعني دلوقتي طبعا. اللعب على الانسايد بحرص جامد جدا خلاص احنا دخلنا في الاوقات الحرجه بالظبط لو لازم يكونوا في قمه تركيزهم احمد محمود والفاول واضح
ده الفاول الثاني اللي تلا برضو. بيتفقوا لعيبة نادي قطر على حاجة يعملوها. تمريرات والمتخصص ولكن الريباوند بقى اكيد هيعيد الاول. ايوه الريباوند بقى من نصيب نادي قطر، لان زي ما قال دكتور مصطفى ان ديندي تلعب بره واحمد محمود فعلا عامل مشكله وتوني والريباوند. راجل راجل، لا لا لا، تسرع وغلطه راجل. يعني غريبه شويه، المفروض كان يهدى على الكرة بحيث انه يقدر يشوف الباصة تكون مضمونة. تشجيع من كابتن حاتم. والله انا شايف كابتن حاتم طبعا تشجيع للعيبة وده حاجة مميزة جدا الكوتش. يعني اداء عالي صراحة. الكوتش لازم يكون فني ونفسي في نفس الوقت. ما يتشدش مع الجيم عشان التفكير يطلع مضبوط. يعني هو اللي يتحكم في ضفة المباراة زي ما بيقولوا. رونتاري واختراق لرونتاري، ولكن اخفاق وريباوند من جيفري. وسبع ثواني. توني وما فيهاش حاجه بتوصل للعربي. خالد بخبرته، خالد ممتع، اسال الممتنع. تايم اوت قطر لصالح نادي قطر. تايم اوت الثاني لنادي قطر، كده باقي له تايم اوت واحد. هو دلوقتي التفوق يعني اي نعم تفوق نقطه واحده لصالح النادي العربي. فعشان كده النادي قطر طلب التايم اوت زي ما حضرتك قلت، لانه كان عايز يفرق، لكن لان الموضوع هو مش عارف يفرق، وبالعكس ممكن العربي كمان بيتقدم عليه. هو يعني هو نجح بس ما قدرش يكمل. العربي خبراتها كويسة وكل جيم بيتقدم اللعيبة عندها حلول. هتلاقي دلوقتي يعني أو ده اللي احنا نعهده على ويليام، يعني حتى لو هو بريح طول الجيم بأخي الجيم بيطلع بحاجة رغم الأوقات الصعبة. هتلاقي خالد بيعمل حاجة غريبة، هتلاقي يعني كيف هتلاقي يعني عنده كذا لاعب حلول متعودين على ان هو يجيبه بصورة نهاية الجيم بتاعهم. يعني الناحية التانية بقى احنا شايفين فرقة بتلعب لعب تكتيكي واضح، يعني بالدرجة الأولى دماغ الكوتش بتتنفس في الملعب، لكن الحلول الفردية عند العربي أعلى. كفردي العربي أعلى. حلول الفردية عند العربي أعلى. زي ما حضرتك قلت لعب قطر لعب جماعي كمان. لعب جماعي لعب جماعي. والنظام سيستم في سيستم بيمشوا عليه. هنشوف. ونادي العربي بينفذ شغل جماعي ولكن هو عنده كتير حلول فردية يعني. تمام. رقابة لصيقة من تلا جيفري. أرون. لتوني وتسديده لكن دي مجسفة. دي مجسفة الوقت ده ما ينفعش فيه كده خالص. كيفن بيلعب مع خالد، بيطلب السكرين من ديندي، بيقول له انا عايز اسجل وميديم شوت، لكن المفروض يكون اسرع من كده. محمد يوسف وتوني والفاول. الفاول على ما اظن هو طبعا كوتش بيريوتس بيطلب الله اكسبورتس مان فاول على خالد لانه رفع ايده والهجمه طالعه فلخبط اللاعب. هو فعلا زي ما حضرتك بتقول نقاش مع كوتش فلاد الحكم انه بيطالب بالله اكسبورتس مان فاول. الفاول كان على تالا. بالظبط كده الفرق بوينت. لو حضرتك تلاحظ السكور ضعيف جدا. الفرقه بتلعب يعني شغل لعب تكتيكي جامد في حارس، كل الفرقتين يعني بيلعبوا حارس جامد نفس المكان. يعني بيديله هديه
يعني هو اخفق في الرميتين اخفق تاخدها بقى صراحه عمر وطب خلاص النقطتين دول بتوعك. دندي دفاع رجل لرجل والسكرين خالد أوه. ترجع له مره ثانيه هلول خالد وويليام دلوقتي هلول خالد وويليام دلوقتي خالد زي ما حضرتك قلت الحلول الفرديه في نادي العربي وخالد اخر دقيقه وثمان ثواني في المباراه 61-60 توني واختراق واحمد محمود اهلي هو رجل المباراه طبعا احمد محمود 63-61 بالتخصص ما شاء الله يعني طبعا لما يبقى اللعيب المحلي عندك او اللعيب مش محترف عندك وبيوصل للثقه ان هو عنده 3 بوينت اعلى من اللاعب المحترف دي بتعمل قلق للفرقه الثانيه كبير طبعا طبعا وهو لما ماسك شوط يعني شوط هنا حتى لما شوط توني انا على نفسي قلت مجسم لكن احمد محمود انا واثق انه ممكن يجيبها يعني هو خلى الاستوديو والمدرب واللعيبه كلهم واثقين فيه يعني الكره بتروح له وهو عارفين ان هو يقدر يسجل ده التايم اوت لصالح نادي العربي تايم اوت التاني للعربي كده في تايم اوت عند كل فرقه 54 ثانيه طبعا شايلنا يعني مفاجآت كتير اكيد يعني. الى الان محتفظ باعلى نتيجه هو توني من نادي قطر 25 نقطه ودي 25 بوينت يلي كيفن 20 نقطه بالظبط بدور القائد محمد يوسف بيجمع الفرقه وبيشجعهم كده وبيديهم دفعه معنويه طبعا جدا في الوقت ده يا ترى هم خلوا تعليمات ايه كديفنس واضح انه ما الكرة طلبها كوتش حاتم من نص ملعب نادي قطر بالظبط وده طبعا زي ما حضرتك عارف في القانون الجديد انها هيكون الزمن الهجمه 14 ثانيه فقط صحيح مش 24 ثانيه صحيح بياخدها مش حاجة. خالد هاندوف بيوصله هو واضح ان اللعب على خالد هو يا خالد يا ويليام اللي هيخلص لكن بيلجا لتالا كمساعده وتالا بيسجل يا سلام في اخر ثانيه يعني في اخر اجزاء من الثانيه كمان 63-63 هيلعب اكيد نادي قطر على ال 24 ثانيه اكيد على لانه عايز يضمن الوقت بس هو طبعا ده سلاح ذو حدين يعني لو الهجمه ما خلصتش هيبقى في باقي و فاول توشه هيحصل على ربيتين لنادي قطر هو صراحة من المحير ان هم يعني هم لو عايزين يوقفوا الوقت النادي العربي هيعمل الفاول على مين لان اللعيبه كلها ما شاء الله اللي موجوده في نادي قطر توني هو الراجل ده اللي يعني مع الاسف الشديد يعني هو يعني ضيع اثنين ودي الثالثه لحد دلوقتي ينجح للاسف يخفق في يعني اربعه في الرميتين اربعه فري ثرو ضاعوا في دقيقتين نفس الكلام برضو النادي العربي هيستخدم المجازفه ويلعب على زمن الهجمه كامل بيحاول يعملوا فاول معاه وخالد هيكون هو السوبرمان هو خالد صدقت حضرتك لما قلت العربي بيقدر يخطف الجيم في اخر لحظاته هو الحلول عند خالد اول يوم هو خالد اللي خلص الجيم في اخر انفاسه وخاصة فعلا الحلول الفردية ما شاء الله من خالد بثقة وخبرة ويعني نقدر نقول دايما نقول خالد تحتاج هدوء اعصاب جامد جدا تأكيد هو خبرته عالية جدا طبعا ثقته في نفسه عالية
دلوقتي احنا معانا ثانيتين وثلاث اجزاء مطلوب دلوقتي بلعيبه نادي قطر. طبعا الكوتش هيديهم اي جمله كده عشان حد يشوط سي حد يشوط 3 بوينت لا بديل طبعا لا بديل عن 3 بوينت عشان يقدر يلعب وقت اضافي. يا ترى هل هيكون برضو نجم ولا الثلاثيات احمد محمود ولا هتعمل عليه اللعبه ولا هو بتالي زي ما حضرتك قلت هو احمد محمود طبعا اكيد هيطلع عليه حد انا اتوقع ان هو هي يعني يشغل حد ثاني غيره يعني ممكن جيفري ممكن هيخلي بديل لاحمد محمود لان اكيد طبعا صعب ان هو ينزل حد من بره لا طبعا يلعب يشوط دلوقتي يعني صعب جدا فهو يا احمد محمود او عنده جيفري وعنده تودي برضو بس برضو يعني نقدر نقول اقل من 10% الاحتمال هنشوف اللعبة اللي قال عليها كوتش بانيوتس وبابتسامة الفوز كده خالد هنشوف ايه اللي هيحصل فبيحصل مجموعة سكرينات وتوني وبيعمل فاول نجحوا كده النادي العربي فاول طبعا فاول تكتيكي جدا يعني هو النادي العربي ده يعني الفاول ده صعب المهمة كبير كتير جدا يعني هل ممكن نادي قطر يجيب الاولى ويلعب التانية في سن الحلقه فتتلم يعني السيناريوهات بقى اللي هي تبقى شبه صعبه شويه خلاص دي يعني ثانيه واربع اجزاء من الثانيه بدا يجيب دلوقتي يعني. بدا يجيب دلوقتي كانت نسبه الرميات الحره عنده دلوقتي هو دلوقتي زمايله بيقولوا ما تجيبش يعني هو دلوقتي المفروض يعني الطبيعي ان هي تتلعب في الحلقه ولا حاجه وحد يعمل فول ولا ده الاحتمال الوحيد غير كده خلاص الجيم خلص بص يا مان زي هو فعلا عملها والريباوند ومبروك النادي العربي وهارد لك لنادي قطر مباراه ممتعه والسكور باين ان هو 64-66 بالظبط كانت مباراه ممتعه كابتن مصطفى بالظبط يعني زي ما انت شايف فرق باسكت 2 بوينت ده اللي يدل على ان الفريقين كان ادائهم متميز جدا ورأي المستوى قريب قوي وطبعا مبروك لنادي العربي وكده العربي هيقابل الوكالة الأربعة إن شاء الله يا كل التوفيق للفرقتين عشان نقدر دلوقتي هنكون محايدين دلوقتي يا كابتن مصطفى وكل التوفيق طبعا للفرقتين سواء كابتن حاتم أو دكتور إيهاب إن شاء الله كل التوفيق ليهم إن شاء الله ربنا يوفقهم جميعا وكده احنا كده أكتر مسجل هو يعني ما زال توني اكتر مسجل للنقاط توني هو هداف المباراه اليوم بعد ما كان كيفن هو المسجل لل لا ما هو كيفن خد تعليمات اشتغل شويه اسيست يعني لان هو كان هيضيع توني العمليه كانت لكن هو طبعا كوتش حاتم قدر يسيطر على الموضوع والامور بقى يعني رجعت يعني وخبره لعيبه النادي العربي حسبت الموقف في الاخر يطلبوا بالتعليمات هنشوف مين افضل لاعب في المباراه هو جيفري لاعب نادي قطر توني لا جيفري ايوه بالفعل هنشوف جايزة أحسن لاعب خالد سليمان وهدية مقدمة من شركة برازان للعطور بالضبط خالد بصراحة يعني أكيد يستاهل طبعا بعد الأخر رمية الثلاثية دي لازم لازم ياخدها يعني فعلا كان يعني حاجة قوية هو السبب الرئيسي في الجيب راح للعربي والف مبروك وخبرته طبعا عاليه واداء مميز جدا 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 واحنا استمتعنا بالمدربين وبفكرهم في الملعب جيم وبنشكر حضرتك على الاستضافه وان شاء الله نتقابل باذن الله في المباراه النهائيه ما بين النادي العربي
ونادي الوكرة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا جزيلا سعيد بوجودك معنا. الله يعز حضرتك وكل الشكر موصول لحضركم. كان معكم صهيب حسن على التعليق ودكتور مصطفى محروس للتحليل. شكرا، سعدنا بحضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.